الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الآلي وصحبه وسلم تسليما. إخوتي أخواتي في الله، اليوم سوف نتكلم عن سر من أص... من من من, من أسرار كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، لأنه كله الحمد لله يحتوي على أسرار، ويحتوي على معجزات، ويحتوي على كرامات، ويحتوي على رزق وشفاء وبركة ونور، وهو الحافظ وهو المانع وهو الواقي وهو كل شيء من شر شياطين الإنس والجن. اليوم سنتكلم عن الآيات التي مذكور فيها سيدنا سليمان عليه السلام، يجد فيها السر. مثلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان لكن الشياطين كفروا على الناس السحرة ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود وورد سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا أن قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم يعطي لكم سليمان وجنوده وما يشعرون إنه من سليمان ونه بسم الله الرحمن الرحيم فلما جاء سليمان قال تمدوني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم قالت ربي ظلمت نفسي وصبت ما سليمان لله رب العالمين وهبنا لداود سليمان إنه العبد إنه أواب وقد فتن سليمان وقعنا على كرسي جسدا ثم أناب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وهارون وسليمان وزين داود وزابورا ونوحا وهدينا من قبل وذريتي داود سليمان وايوب ويوسف وموسى وهارون كذلك وداود وسليمان يحكمان في الحرس اذا نفشت فيه الغنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ولسليمان ريح عاصفه تجري بامر الى الارض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين وقتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي وحشر لسليمان جنوده من الجن والطير فهم يوزعون ولسليمان ريح غدوه شر رواح شهر وأسن له عين القطر. هذه الآيات اقرأها مجموعة مع بعضها البعض فهي جزر ونار وشهاب ثاقب على الشياطين المتربصين بالجسد. اقرأوا على ماء واقرأوا على زيت ومسك اذنوا بأجسامكم واقرأوا على ما يقوم بشربه وبالاستحمام بمكان طاهر.